سيادة اللواء مدحت الحداد رئيس جبهة العسكريين المتقاعدين، بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم. الأول هو رئيس جبهة العسكريين المتقاعدين من بداية الثورة، ونائب رئيس حزب حماة مصر، ورئيس نقابة المعاشات للعسكريين المتقاعدين. النقابة دي لسه مشهرة من 3 أيام، تم التصديع على من السيد الوزير. السيد وزير الدفاع؟ لا، وزير القوى العامة. القوى العامة. بقول لشعب مصر كله كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية يكون انتهت الحاجات اللي موجودة أو الرغاوي اللي موجودة، وشعب مصر يعيش في أمان، لأن مصر محاطة بجميع المخاطر من الداخل ومن الخارج. أرجو أن الشعب المصري يحاول يقف في ظهر القوات المسلحة والداخلية لإنهاء هذه الرغاوي، والوقوف على قلب رجل واحد ضد الدول الأوروبية وما يحدث فيها، لأن هم عاوزين الفوضى الخلاقة تفضل لحد ما نتفتت، لحد ما نتقسم، لحد ما يقضوا على الجيش، لأن الجيش هو الجيش الوحيد اللي في الدول العربية باقي وصامت وبيقوى، وأنا شايف أن بيزداد قوة بالرغم من كل هذه المهاترات. حضرتك كلمنا عن حرب 73. حرب 73 انا كنت، لا انا كنت ملازم اول، انا كنت طيار ايام حسني مبارك، وبعدين رحت للقوات الارضيه، كنت ملازم اول موجود في الفرقه 23. وللاسف ان احنا بنعمل اجتماعات دايما كل سنه في هذا التوقيت عشان نعيد الذكريات، انما خوفي كله كان زمان بنقول ايه، والنبي يا جدي والنبي يا جدتي ايام الملك احكوا لي عنها. أنا خايف نصل إن الشباب اللي موجود النهاردة يجوا في يوم من الأيام ما يلاقوش حد يقول لهم يعني إيه حرب أكتوبر. حرب أكتوبر من أعظم الحروب اللي بتدرس على مستوى العالم، وهتفضل لحد فناء هذه الأرض، لأن فيها مواقع كتيرة جدا أو عمليات كتيرة جدا، منهم فوق المنصورة كان في معركة طيران لم تحدث من بداية العسكرية، من أيام أحمس، من أيام ما كانش فيه طيارات، إنما من بداية ما بقى فيه طيارات، إن يبقى فيه في معركة جوية 180 طيارة، 100 طيارة مصرية و 80 طيارة إسرائيلية، وقع عندهم أظن 27 طيارة، وإحنا وقع من عندنا 6 طيارات، وبالنسبة لهم فرق شاسع إنك أنت راكب طيارة فيها كل الإمكانيات والتكنولوجيا العالية جدا 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 جدا، وإحنا عندنا طيارات ما فيهاش نفس القوة، إنما الفرق كان شاسع بين الطيار المصري والطيار اللي راكب هناك. هناك راكب طيارة مجهزة إلكتروني، يعني بيلعب بيها زي ما هو عاوز ويظبط نفسه والصاروخ يطلع، وإحنا عندنا تفضل ماسك الطيارة عمال تجري ورا الطيارة اللي بتاعت إسرائيل لحد ما يقع قدامك، تضرب الصاروخ لو الطيارة جت كده أو طلعت كده أو طلعت فويل أو بتاع ينفجر، إنما هم عندهم هو متك على الصاروخ، أول ما تيجي طيارتنا قدامه بيضربها. وبرغم من كده عندنا شباب ولاد عفريتة ما لهمش حل، قدروا يضربوا الفانتوم والمراج وخلصوا يعني مهام لا يمكن يتخيلها العالم. لذلك هم كانوا بيقولوا إيه، أصحاب الذراع الطويلة، لابد الناس تعرف إن الذراع الطويلة اتقطعت، وقالوا إنهم أكبر حصن كان موجود أو مانع مائي زي ما جينوا كده على أقوى نقطة قوية، لو ضربت عليها قنبلة ذرية اللي فيها ما يحصلش ما يقدرش يتحرك. إنما حصل إن الشعب المصري أو الجيش المصري اللي هو كان فيه الشعب المصري ينزل ويقول صحة الله أكبر، تهز قناة السويس، يخلي اليهود يطلعوا من نقاطهم القوية اللي الواحد لو قعد فيها سنة فيها الأكل والشرب والتلاجات والكلام ده كله ما يتحركش، يحارب بها جيش. هم سابوها وجروا لعنف وقوة الجندي المصري. طبعا احنا كنا داخلين الحرب، احنا لم نحارب اسرائيل لا في 48 ولا 56 ولا 67، دول كلهم كانت حروب اتخذنا ضرب على طول، انما في 73 من 67 ل 73 اعدينا العده زي ما بيقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قعدنا ما حدش يتحمل المآسي اللي عاش فيها الجندي المصري. الجندي هو الجندي والضابط والصف. الجندي المصري قعد يتدرب من 67 ل 73، كان عندنا هدف واحد، كناس فرحانين كناس فلاحين بنقول ايه، الطار ولا العار، ده في الصعيد، وفي الفلاحين بيقولوا الارض ولا العرض، فبقى عندنا حاجتين، العرض اللي هي الارض لازم نسترجعها،
والطار ولا هو العار، لازم ناخد الطار وناخد الارض. فكنا واقفين على القناة قبل الحرب كل ست اشهر بنعمل مشروع، بتروح لزميلك يقول لك هنا كم في النقطة دي، كم عربية بتجيلهم، كم اكل بيجيلهم، كم مش عارف ايه، كم فرد بيتغير، كم ده. فبقى قاعدين بنتدرب عز الشتاء انت واقف، وفي عز الصيف القاتل عمال تتدرب. فدخلنا بالعنف والضغط والجبروت اللي جواك عاوز تنهي هذه المعركة، انما كان في خوف رهيب جدا، لان اللي هينزل قناة السويس هيموت، هيسيح من النبالن، واللي هيطلع على الحقول الالغام هيموت، يبقى انت هتحارب مين؟ انما بصيحة الله اكبر وقوة الارادة والقوة العظيمة بقت صيحة موجودة، حسينا ان ربنا معانا، الملائكة موجودة معانا، طلعنا وخراطيم المية دخلت. وبعدين لو قعدنا نحكي بقى هنحكي كتير قوي، ان شباب الصعقة نزلوا قفلوا انابيب النبالن، الناس اللي طلعت بكل بتوربيد البنجلور بدأ يفتح الثغرات، بدأت الناس بتوع المهندسين يعملوا بالمية ضخ المية عشان يعملوا انهيار للتراب، عشان يعملوا راس كوبري، عشان يلحقوا المدرعات تيجي. كل ده وانت في نفس التوقيت كان قبلها بساعة ناس بتستحمى وناس بتصطاد، كان في تخطيط رهيب جدا جدا جدا، وكان في عندك شيء عاوز تسترده بأي شيء. فاحنا وصلنا ان احنا ننجح ونعبر هذا الكيان، وما زلت بقول صيحة الله أكبر هزت الدنيا كلها، ادتنا قوة جامدة جدا، وشفت حاجات كتيرة جدا، اللي بقى يموت، اللي بقى رجله تتقطع، وكل دول مصممين يواصلوا القتال عشان ينهوا هذه المواقف. فكانت حاجة عظيمة جدا، وطبعا في حاجات مواقف تضحك ومواقف تهلك. ورجعنا تاني عملنا كمين لما الثغرة اتعملت، كنت انا بقود الكمين في الإسماعيلية، انا جبت من عند اليهود قبل انتهاء الحرب بخمس ايام عربية ام 113 وسقتها بنفسي، وكان اليهود سابوني لانه كانوا حاسين انها بتاعها، لحد ما دخلت عندنا بدأوا يضربوا علي، فطلعت لهم الفانيلا بتاعتي، قالوا ده الحداد اللي راجع، لان كنت معروف لليهود، لان كل يوم بخش اعمل لهم حاجات وموجودة، والناس تقول الكلام ده لسه عايشين، لان انا بقول الحقوا اعملوا فيلم تسجيلي، وبناشد الفريق في التحسيسي وقيادات الدولة بأنهم يعملوا فيلم تسجيلي حتى لا تنتهي حرب أكتوبر، والراجل بتاع أكتوبر اللي فاضلين، لأن بقول لك كل سنة بنقعد القعدة دي نلاقي اللي هو فلان مات واللي فلان مات وفلان مات وفلان مات، الناس دي لو ما لحقناش ناخد منهم أعمالهم البطولية اللي كل واحد منهم عمل بطولة واحد يتعمل منها أفلام كتير قوي، ولما الناس تشوف الشباب يشوفوا الناس دي عملت إيه عشان تراب مصر، عشان تراب مصر، الناس دي بقت داخلة عشان تموت عشان تراب مصر، الناس دي داخلة عشان تسترد عشان تراب مصر، وليس مصر، الأمة العربية بالكامل، لأن إحنا بنقول جابوا من الهزيمة جابوا لهم النصر، جابوا النصر لمصر. فمش معنى كده إن أنا أهدر كرامته. اللي بناشد فيه تاني سيادة الفريق فتح السيسي ان عندنا هرم، ازاي انا اخش وانا عندي 18-20 سنة واجي عند سن الاربعين عشان الهرم اطلع جزء كبير جدا من الضباط او الصف ضباط عند الكلام ده، المفروض دول يستغلوا في ايه؟ ان احنا نعمل مشاريع، لان المشاريع دي هي قوة الضابط اللي موجود، بدل ما اقعد في البيت من سن الاربعين ومراتي هي نزلت تشتغل واولادي نزلوا الكلية وانا افضل قاعد، لان انا قائد مش معقول هروح اشتغل في امن او اروح اشتغل عند واحد يقول لي اعمل لي قهوه، لازم الناس دي تكرم. بعد ما الناس تشوف الناس دي ضحت قد ايه، الشباب دول لو شافونا هيشيلونا على دماغنا. خد بقى اللي انقح من كده، واحد زميلي كان في انجلترا في لندن وشاف واحد ميت عاملين جنازه عسكريه رهيبه جدا جدا جدا، وفي شويه اوسمه والناس الكبار العجايز ماشيين قدامه، فبيسالهم ايه ده، قالوا له ده من ايام الحرب العالميه الثانيه ومات، فالدولة كلها بتكرمه على الفرسان. احنا عندنا اللي استشهد، فين اسر الشهداء، فين الارامل بتوع الشهداء النهاردة قاعدين، هل اهدر كرامتهم؟ 25 يناير انا كنت موجود في الميدان، اللي اتصاب اتوظف في البترول، واللي اتوظف في الكهرباء، واللي اتوظف في الكلام ده، اللي خد شقة، اللي خد دعم. طب الناس المصابين اللي دفعوا عن البلد، اللي ما زالوا بيستمروا عشان يدفعوا عن البلد، لازم
ياخدوا وسام كل من حارب. الناس لما تشوف الفيلم الوثائقي وتشوف الناس دي عملت ايه هيحترموهم ويفتحوا لهم الابواب. انما انا بقول بطل من ابطال اكتوبر الناس بتكررها، انما جواها مش عارفه الناس دي عملت ايه، ما عرفوش ضحوا بايه. هو ده اللي انا بتكلم عشان الناس المتقاعدين اللي موجودين 25. انت كنت راجل في الميدان موجود معانا والناس اتصابت، انا كنت بشيل المصابين، والاصابه بتاعتهم لن تصل زي الاصابه التانيه، والمعاش بتاعهم لن يصل زي الناس التانيين. الناس لازم تكرم وتكرم تكريم كبير، ولن تكرم الا اذا اتعمل فيلمين ثلاثة تسجيليين زي عمر المختار زي الناصر صلاح الدين، هيحسوا ان ده فيلم اقوى واقوى. شد يعني في معارك كتيرة جدا شدوان، ده انا قلت لك في معركة الدبابات تخيل بقى انت لو عملوا فيلم للحرب، فيلم الناس داخلة كلها تموت وتحارب وترجع الارض، فيلم يشوفه لما واحد يموت بالظبط كده ويشوف ان هو داخل. يا راجل ده انا دخلت عملت كمين الساعة، كانت الناس عملت الثغرة، مشينا وصلنا الساعة 9 بالليل، فضلنا نايمين من 9 بالليل لحد ما اول النهار ما طلعوا. انا رايح عشان اربع دبابات موجودين عملوا ثغرة، اربع دبابات. اما رحت هناك الله يرحمه سيادة اللي هو احمد شفيق سليمان وسيادة اللي هو وموجود دلوقتي ربنا يديه طول العمر اللي هو جلال الحمامي وعبد الحميد الشيمي وطارق رحمه الله يرحمه وعلي العسال الله يرحمه، وكان موجود حافظ ومحمد يعني ومحمد صالح مكرم وفؤاد فيود، كوكبه من الابطال دي اللي بنقعد نعيد الذكريات. وكنا حاسين ان احنا نرجع من الحرب البلد دي هتفضل شايلانا على دماغها، كنا بنبقى قاعدين مع بعض الصاروخ يجي نقول ربنا يستر على رحاله، لان بتلاقي زملاتك جنبك بتتقطع في الجو، وكل اللي بتعمله انك بتردم عليه شويه رمل ونقول ده شهيد. فعلا كان شهيد، لان لما شلناهم لينا اجسامهم زي ما هي زي ما كانت، واللي رجله اتقطعت واللي عينه طارت وما زالوا موجودين زي القاده اللي انت شفتوهم. عملوا ايه؟ البلد عملت لهم ايه؟ قاعدين في بيوتهم ازاي؟ ده المفروض يكرم، المفروض يسافر بره، المفروض الناس دي، ده الناس دي اللي علمت اللي موجودين، زي ما بقول الصف ظباط علموني الخطوة وعلموني التحية وعلموني لازم يتشالوا على دماغي، زي ما بقول القادة بتوعي علموني التكتيك، علموني ازاي احارب، علموني. وبعدين ده احنا ايه؟ ناس خدت فرقة كيفية يعني ماجستيرها ودكتوراه، ناس واخدين فرق لما تسمعها تحس ان ده عبقري. ازاي يطلع في سن الاربعين؟ ازاي ده يطلع في سن الاربعين؟ ازاي ده لازم يكمل، يكمل في اي اتجاه تاني ويفضل لحد يفضل لحد ما يوصل لسن اللي هو زي ما بنناشد النهارده الفريق عبد الفتاح السيسي، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، بنقول له اطلبنا لان الافرول مازال معلم على جسمنا وموجود تحتنا، وانت شفتنا رحنا الاتحاديه ورحنا هنا واتكسرت رجلي قدام مدينه الانتاج الاعلامي من ولاد ابو اسماعيل، وكان معايا ابني اللي عنده 5 سنين في ميدان التحرير، وكان معايا ابني اللي موجود اللي عنده 18 سنه كان قدام وزاره الداخليه في محمد محمود الاول محمد محمود الثاني، وكان موجود وكان من ضمن الناس اللي كانوا فاكرين عشان يسقط حكم العسكر كان بيضرب طوب على الداخليه، كان فاهم انهم بيضربوا، ودي واقعه كانت معروفه للكل. اما بقى انا عارفين ان ابوهم بطل وده بطل وده بطل، اتصابنا سيبك من ده، حرب اكتوبر ازاي نمحوها؟ لانها اختزلت في الضربه الجويه، هو اللي كان بيحارب اللي خد نجمه سينا ده، هل ده كان في الخط الامامي؟ لا ده قائد ورا، يبقى ما دام هتدي ده نجمه سينا ادينا بلاش يا عم ادي له وسام لما الناس تشوفه تعظم له، ادي للقائد، ادي بقى للعسكري اللي قدامه واخد بالك. طب العسكري اللي مات النهارده هو فين؟ العسكري اللي اتصاب النهارده مرتبه ايه؟ ليه احنا بننسى الناس دي؟ عشان كده بقول سياده الفريق عبد الفتاح السيسي كان ماسك المخابرات وعارف الام الناس دي كلها، عشان لما يقول. وبعدين النهارده هو لما قال للشعب انزلوا، الشعب كله نزل، معظم الشعب نزل من حبهم فيه ومن اخطاء مرسي لهم، يعني اخطاء مرسي والمؤسسه العسكريه. طب اذا كنت انا ابن المؤسسه العسكريه بقول لك النهارده انا جاهز احارب، انا جاهز. يعني كل الصحافه وكل الاعلام انتوا رايحين فين يا متقاعدين؟ احنا كنا فين؟ احنا كنا موجودين في ميدان التحرير بنامن العمارات اللي موجوده حتى لا تكرر موقعه الجمل، كنا في الاتحاديه قدام العمارات كلها، كل عماره كان قدام 20-25 واحد وانتوا شفتوهم كصحفيين، وقلنا الكلام ده واحنا جاهزين نامن هذه البلد لحد ما نفسنا، لان احنا بنقول لن نترك سلاح قط حتى يذوق الموت. سيبك من ده، احنا اقسمنا على حمايه هذه البلد، عندنا الوطنيه. اما الناس تشوف الشباب اللي موجود النهارده اللي قالوا يسقط حكم العسكر، او الناس اللي خدت برشام عشان تولع
المجمع العلمي او الناس اللي خدت برشام عشان يضربوا او يضربوا الناس يقتلوا النفس، يقتلوا النفس اللي هي حرم الله قتلها، الدم اللي نازل ده كله لده لان هم مش حاسين بانتماء. لما يشوفوا الافلام ده يقول لك يا نهار اسود الراجل ده مات ازاي، ده الراجل ده كان بيموت، ده في ناس كانت رجلها بتتقطع وبتسحف عشان يمسك قنبله يرميها على دبابه يرميها على العدو، انت عشان تخش تعمل كمين عشان تروح تجيب العدو واخد بالك، او تجيب العربيه النص العربيه الام 113 او تجيب الكلام ده او تجيب الحاجات دي، ده قصه كبيره جدا. انا كان معايا ناس واحنا عاملين الكمين مجرد ان واحد فكر يرجع امر قتال اقف ويتضرب بالنار، فبقى جاله الزلال عشان انت لازم تخوف الناس، وكان الكلام كله بالاشاره كده يعني يشرب زمزميه ميه واحده يشرب منها تقعد، عشان كده بيقول خير بنود الارض. معايا انا البسكوت ده بتاع اليهود، البسكوت ده تكفي 20 واحد، انا معنا بسكوت كنا مسمينه خشبسكو من النشافين بتاعه، معنا علبه فول وعلبه عدس، وكنا متحملين وكنا عندنا استعداد بنمص الزلط لما يبقى مفيش ميه. اما تعمل ده كله هتبين للشباب الناس دي ضحت ازاي عشان هذه البلد.